فريمون داكشي اللي كنتي كتقول لك كانوا كيهضروا على اصحاب نظريات المؤامره خونا دايما. السؤال هو شكون اللي قدا يطيح معاه؟ كانوا دخلوا عليه ولقاو عنده 1000 قرعه ديال البيبي اويل، عرفتي هذاك الزيوت اللي كيديروا اللي كيرطبوا بهم. إذا بقات القضية غادي وكتصعد ولا بد أن أمامها غادي خاص أمريكان تدخل، غادي خاص أوسيا تدخل، غادي خاص لاشين تدخل. إذا دخلوا الثلاثة ثيرد وورد وور صافي. وفي خبر آخر جوبونس البلان لي نايت كامل هو ديدي. هاد القضية ديال ديدي الساطا زعما سي انكرويابل خونا، فريمون داكشي اللي كنتي كتقول كانوا كيهضروا على صحاب نظريات المؤامرة خونا دايما. سو خونا أبارمون كان تيدعوكي الناس وكيغشاصبهم، كان تيدير لي صوار كيجيب فيه بنادم بزاف، فريمون داكشي الحماق ديال الحماق ديال الزواق. دابا قال كثر من 120 واحد داعي. هو مغني بيديدي، مغني كان مغني مشهور شفتو في الالفينات، ولكن كان فريمون داير بوم. اي دابا مسا مشهور هذا. اي كيقولوا بانه كان تيدير سكس ترافيكين، فهمتي؟ كيجيو عندو المغنيين صغار كيقولوا مثلا حتى جاستين بيبر وهذا شي تيتقال، ما عرفتش انا واش 100% بصح ولا لا. اي كيختصب بنادم بروديوسر وما بروديوسر، مي عندو أغاني ديالو، كيجيو كي فهمتي كيغتصبو الناس، كيديرو لي سواغي، كيضحكو بنادم كيتعداو عليه، كيجيب بنادم كيقول ليه زعما غادي نطلعك، غادي تولي هذا، غتولي هذا، خاصك غير دير معايا الشغل في الشغل. إوا فايت دابا أنا بالنسبة ليا السؤال ماشي هو بيديدي، حيت بيديدي باين غادي يدخل الحبس، ما فيهاش يدخل الحبس ولا غيتقتل، there is no doubt على نون. السؤال هو شكون اللي قدا يطيح معاه، فهمتي؟ حيت هو قال لهم غنهضر، قال لهم انا غنطيح معايا بنادم، يعني كاين شي يقول بيونسي، كاين شي يقول تشيزي، كاين شي يقول فلان فلان، سو فريمون طيح معاه بنادم بزاف. تما فين غادي تقول دي كابايو؟ دي كابايو تيقولوا حتى هو، مي يقدر يكون هذا بحال داكشي ديال ميتو، يعني شي انقلاب في العالم ديال الفن. الشاب العربي، لا لا الشاب العربي ما يديرهاش، الشاب العربي ما يديرهاش. الياس المالكي لا لا الياس المالكي ما يديرهاش. مي هو اصلا ديما كان عنده المشاكل، ماشي اول مره. القضيه كانت بدات جوبونس بالاكس ديالو، الاكس ديالو كان كيضربها وداو فعات عليها القضيه، وكاين فيديوهات ديالو كيعصيها. فهمتي وكان جو بونس كان عطاها الفلوس باش تسكت. مي هادي بحال خلات البوليس فهمتي حطوا عليه وهذا وصافي، دخلوا عليه للديور ديالو والفيلات وهذا. كانوا ما عرفتش شفت هاد اللعيبه هادي، كانوا دخلوا عليه ولقاو عنده 1000 قرعه ديال البيبي اويل، عرفتي داك الزيوت اللي كيديروا اللي كيرطبوا بهم. لقاو عنده 1000 وحده مخبعه في الدار، اش غادير ب 1000 قرعه ديال او ماي جاد. هي عرفتي شكون العدو ديالو رقم واحد؟ 1000 قرعه، العدو ديالو رقم واحد هو 50 سنت، و 50 سنت باع برنامج عليه لنتفليكس، دونك غادي يخرج برنامج في نتفليكس مصاوبو 50 سنت على بيديدي، غادي فاش فيه كلشي. لا لا جو بونس كاين، فهمتي كيما قلت لك القضية سي شكون اللي غادي يطيح معاه، شكون اللي غادي يطيح معاه، ماشي واش هو غادي يطيح. الخبر تاني المهم واللي كنت باغي نهضر عليه هو إمكانية وقوع حرب عالمية ثالثة، أقل أهمية من البيديدي مي حتى هو مهم. سو أجان نايضر بين إسرائيل وإيران، من بعد ما إسرائيل قتلت رئيس ديال حزب الله، قال لك اليوم غادي يضربوا عاوتاني، ملي كدوز من السخط المسخوط، ومن بعد صافي كتبدا تقاد الحياه ديالك وتبدا كلشي غادي مزيان، وكتجي ايران واسرائيل الحرب العالميه الثالثه. واه
كاين واحد البلان ما عرفتش واش سمعتو مي سي كو دابا كيقولوا ان بعد ايران ضابط غير بوغ تو سيف فيس فهمتي غير فاساد غير مصلحيه باش ما تبانش مشوهه لحقاش خويا نضابو لبنان قتلوا رئيس ديال حزب الله. انت غتقول لي شنو العلاقه ما بين رئيس ديال حزب الله وما بين ايران؟ دابا خصك تعرف ان ايران بحال هي اللي كتيري لي في السيل في الخفاء فهمتي كتمول هذا تمول حزب الله تمول حماس تمول هذا تمول هذا باش ديما هي نورمالمون ما خصهاش تدخل فهمتي ما خصهاش تدخل في حرب مباشره ما كدير ما يسمى بروكسي وارز عندها لي جروب ديالها كتمولو هما تيديروا الحرب حزب الله اكبر جروب عندها نورمالمون اي دونك بحال فريمون منين مات صافي خصها تبين بان لا ضد هذا وهذا دونك داو هذيك الطابه مي ما كانوش باغيين يجبدوا بها السطح. لا كيسيون هي واش نتنياهو واش حتى هو غادي يدير لهم شي مصاحيه ويضرب شي قنيبلات في شي خلا ولا واش غادي يبغي يفرقع ديال بصح؟ مي غالبا مي كان تقول ليه لا ما تفرقعش ديال بصح حيت الحرب مع ايران ماشي هي الحرب مع لبنان ولا مع الحرب مع ايران غالبا غادي خاص مي كان تدخل الى بغاو يربحوا. Don't think إسرائيل تقدر تبحث واقع إطلاقتك بأنه ما ماتش مع I don't think سات ما ماتش I don't believe it I think مات سيد صار الله يحمه. مشكل مش في الحرب الإسرائيل وين مشكل أمريكا تعكز على الشرق الأوسط إلى خلا كل شيء بغي يستغل الفرصة الصين ما وي مي المشكل هو إسرائيل وإيران حيث إسرائيل دعمها أمريكان إيران دعمها أوسيا وأبارامون حتى الشين. دونك هذاك الشيء بحال دابا انت مدابز مع شي واحد ياك انت مدابز مع شي واحد وكما غاتمشيش دابز مع نيشان اتصيفط خوك الصغير دابز مع خوه الصغير و اتصيفط خوك الصغير يضربو هذاك الواحد غادي يضرب خوك الصغير و الصغير غيجيبك عليك دونك انت خاصك تمشي دابا تضرب هذاك الواحد اللي ضرب لك خوك الصغير وانت بدا تمشي تضرب هذاك الواحد اللي ضرب لك خوك الصغير هذاك الواحد عنده باه وانت عندك باك ولا ضربتيه باك وبا غادي خصهم يدابزو ودونك كتولي من مضاربه ما بين خوه الصغير وهذا المضاربه ديال قدام يمشي فيها بنادم للحبس فهمتي بحال هكا. ايران is kind of فهمتي مدعمه من اسرائيل من روسيا ومن الصين دونك روسيا والصين باش يشدوا التحكم في هذيك المنطقه معاونين بايران. اسرائيل مدعمه بميريكان ميريكان باش تشد الكونترول في هذيك البلاصه حاطه معاونه اسرائيل دونك الى بقات القضيه غادي وكتصعد ولا بد امامون غادي خاص مي كندخل غادي خاص اوسيا تدخل غادي خاص لاشين تدخل الى دخلوا الثلاثه ثيرد وورد وور صافي ما كاينش فيها الهضره.